أحمد يدهشني للغاية ضآلة هذا المبلغ بالنسبة لدولة، 1,800,000 دولار، مبلغ هزيل يعني، كيف يعجز لبنان عن دفعه؟ العجز الأساسي سببه هو التقاذف السياسي والمناكفات السياسية بين القوى والأطراف المختلفة. الخزينة اللبنانية فيها عشرات الملايين وليس مجرد مليون، يعني على سبيل المثال أن لبنان كان يتفاوض لإذاعة مباريات كأس العالم على التلفزيون اللبناني، وكان على أتم استعداد لدفع مبلغ 3 ملايين دولار لإذاعة المباريات على تلفزيون لبنان الرسمي، وكانت هناك مفاوضات مكثفة في هذا الشأن. فهذا الأمر يطرح علامة استفهام كبيرة جدا، وخصوصا في غياب التفسير. يعني الجهة الوحيدة التي تحدثت هي وزارة الخارجية عن الأمر، وزير الخارجية تحدث عن أن هناك إجراءات اتخذت ولقاءات ومناقشات لسداد هذه الرسوم، والذي كشف عنه الوزارة أو كشفت وزارة الخارجية أيضا أن الأمم المتحدة ليست المنظمة الوحيدة التي لها مستحقات لدى الدولة اللبنانية، هناك منظمات أخرى سواء أممية أو منظمات دولية لها مستحقات ويتوجب على الدولة اللبنانية دفعها خلال الفترة المقبلة. صمت كبير من رئاسة مجلس الوزراء، صمت كبير أيضا من وزارة المالية، لا تفسير حتى الآن لماذا تخلفت الدولة اللبنانية عن سداد هذا المبلغ، وخصوصا أنه مبلغ ضئيل كما ذكرت بالنسبة لدولة طبعا مبلغ شديد الضآلة. أحمد، أحب أن أعرف منك ما هي مستجدات الاعتصام بين قوسين، لأنه البعض لا يحب أن يسميه اعتصاما، لبعض النواب في مقر البرلمان اللبناني؟ المشهد يتكرر لليوم الثالث على التوالي. النائبان ملحم خلف ونجاة صليبة ما زال داخل القاعة الرئيسية في مجلس النواب، يواصلان الاعتصام الكامل ومعهما كافة الاحتياجات. يتوافد عليهما عدد من النواب على مدار أنت أيضا تسميه اعتصاما، لأن سيادة النائبة الموقرة بالأمس كانت معنا على الهواء وقالت لنا هذا ليس اعتصاما، نحن نطالب بتطبيق الدستور اللبناني الذي يطالب بجلسات متواصلة حتى انتخاب الرئيس اللبناني، وهذا ليس اعتصاما. ستعرفون حين يكون اعتصاما. تفضل زميلي الكريم. بالتأكيد هي تفضل أن تسميه بهذا الشكل الدستوري، ولكن الأزمة الكبيرة أن الدستور اللبناني حمال أوجه، ولا يوجد قوانين مفصلة لكل مادة من مواد الدستور أو تحتوي على مواد الدستور. يعني على سبيل المثال انتخاب رئيس الجمهورية يتم وفقا لنصوص الدستور مباشرة، لا يوجد قانون يفصل انتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي الانتخاب قائم على مواد الدستور بالإضافة للأعراف الدستورية الغير مكتوبة أيضا. فهو حمال أوجه ويحتمل تفسيرات عدة، ولكن ربما هناك نوع من أنواع التصعيد من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تجاهل تماما هذا الاعتصام ودعا اللجان النيابية لدراسة مشروع قانون آخر يوم الخميس المقبل، في إشارة أنه لن يكون يوم الخميس مخصصا للجلسات المعتادة منذ بداية الفراغ الدستوري لانتخاب رئيس جديد للبلاد. فحدد جلسة لاجتماع اللجان النيابية المشتركة في 10:30 صباح يوم الخميس المقبل، وهو ما يعني أنه لا توجد جلسة أو لن تنعقد الجلسة 10 في موعدها الخميس كما كان متبعا على مدار الأشهر الماضية. هناك العديد من الوقفات، هناك أحزاب تتضامن مع الاعتصام، ولكن في النهاية لا جديد. يعني النائبة نجاة صليبة ترى أنه حق دستوري، فيما يرى فريق آخر أنه نوع من أنواع الاعتصام والتصعيد واللجوء إلى الشارع بدلا من اللجوء إلى القنوات الدستورية المختلفة، وخصوصا أن التيار الذي ينظم أو الذي ينتمي إليه النائب ملحم خلف والنائبة نجاة صليبة هم من التغييرين، هم أصلا منقسمين على فكرة انتخاب رئيس، ويقدم هذا التيار حوالي عن 3 مرشحين في الانتخابات ولا اتفاق على مرشح واحد. فبالتالي المحصلة أيضا حتى لو انعقدت الجلسات دون حوار دون توافق فلن تكون هناك أي نتيجة جديدة. الزميل الكريم أحمد سنجاب، سؤال أخير أعود بك خلاله إلى حكاية مستحقات الأمم المتحدة لدى لبنان، وهي 1,800,000 دولار، وقد قلنا إنه مبلغ زهيد للغاية بالنسبة لدولة. لبنان بلد بحسب فوربس
فيه عدد كبير جدا من المليارديرات، ألا يتبرع أحدهم بدفع هذا المبلغ الزهيد لاستعادة حق التصويت للبنان؟ أعتقد أن هناك من قد يبادر لدفع هذا المبلغ، ولكن من خلال المشاهدات اليومية والتعامل مع الدولة اللبنانية ربما تكون الدولة اللبنانية في غنى عن أي مساعدات، وخصوصا في دفع هذا المبلغ. يعني على سبيل المثال، وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير يوم الأسبوع الماضي على اعتمادات بقيمة تقدر ب 116 مليون دولار لشراء الوقود، وأيضا إجراء أعمال صيانة للكهرباء، وقبل ذلك وافقت قرابة 30 مليون دولار لدعم وشراء الأدوية السرطانية. وهناك العديد من عشرات الملايين التي ترفقها الحكومة اللبنانية في كافة الأوجه التي يتم الاتفاق عليها. ولكن من الواضح ومن المؤكد حتى الآن أن هذا التعثر في سداد هذا المبلغ يعود إلى المناكفات السياسية، ويعود إلى العناد بين الفرق السياسية المختلفة المشاركة في الحكومة، فهو البطل فيه هو العناد وليس الضائقة المالية. يعني في المرة الأولى التي توقف فيها لبنان عن سداد أو الرسوم المستحقة للأمم المتحدة كانت عام 2020، وكانت بعد أشهر من حراك 17 تشرين 2019، وكانت بداية الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى في لبنان، وتوقف لبنان وقتها عن سداد سندات اليورو بونز على مستوى جميل لجميع الدائنين، فكان من باب أولى أن يتوقف أيضا عن سداد مستحقات الأمم المتحدة. ولكن سرعان ما تجاوز هذا الأمر وسدد جزء من المستحقات واسترد مرة أخرى حق التصويت، ولكن هذه المرة مستغربة للغاية، والبطل فيها هو العناد. وأشار إليه وألمح وزير الخارجية في بيانه الصادر اليوم، لأن وزارة الخارجية أصدرت بيانين، بيان بالأمس وبيان اليوم، أكد أنه لا يريد أن يخوض في جدل أو في أي نقاش أو أي سجال حول هذا الأمر، ولكنه شدد على الضرورة الملحة لسداد هذا المبلغ. يا أحمد أشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى كل الخير لأهلنا في لبنان. الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت.